خلونا نروح لحلب ونطمن اليوم على أهالينا بحلب وعلى مبادرة شهيق سفير اللي دائما بتكون متواجدة على الأرض بالعمل الميداني وعم نشهد لأنشطة كتير سواء كان مع الأشخاص كبار السن أو الأطفال اللي هنون متلازمة داون متلازمة الحب. اليوم شو هي أهم نشاطاتهم وشو هي تحضيراتهم على موسم الأعياد إن كان عيد الفطر رمضان وعيد الأم وعيد المعلم؟ أكيد اليوم في تجهيزات مثل ما عودونا. خلونا ننتقل لمؤسس مبادرة شهيق زفير السيد منتصر كيالي لنصبح عليه ونعرف اكثر اليوم عن نشاطاتهم. يسعد صباحك سيد منتصر. صباح الخير مدام بشر. يسعد صباحك واهلا وسهلا بحضرتك. جميلية يسعد صباحكم يا رب من حلب. صباح الخير استاذ منتصر. صباح الخير مدام ليلى، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك. بدايه اكيد بدنا نوجه تحيه لك ولكل الفريق العامل معك الفريق التطوعي على المبادرات اللي عم بتقدموها. بدايه خلينا نحكي عن حمله التشجير اللي نفذتوها الخميس الماضي. هلا بالبدايه هي كانت حمله كانت كثير مهمه بصراحه، عباره عن 150 شجره او غرسه نفذوها اطفالنا اطفال متلازمين داون او ذوي الهمم، خلينا نسميهم تشاركيه مع غرفه تجاره حلب، مع مديريه الضلاع، مع مجلس مدينه حلب، أطفال مجلس مدينة اللي كان هن أطفال جمعية الرجاء اللي كان هن أساس بالشغل معنا، هن أساس. الفكرة كانت كثير حلوة، هي زرع في راس وكل غرسة حط عليها اسم طفل. تصوري أنت شوفي اسم طفلة موجودة على الغرسة مع لمسة خير، هذا الشيء كان له دور إيجابي كان، وكل الناس حكوا عنه بحيث إني أنت عم تزرعي زرع، عم تزرعي خير أنت بالأرض، هذا الشيء أكيد له بنعكس عليكي معاكسات إيجابية جدا جدا. والحمد لله كان الحمله كانت ناجحه، ولحد الان عرفينا نحن اعجابات عن الموضوع بالذات، اني اعتمدنا على شيء اسمه موضوع الارض، الارض كثير مهمه بالنسبه لنا. نعم استاذ منتصر، دائما نحن متعودين على نشاطاتكم وعلى تواجدكم على الارض بجميع المناسبات، ونحن هيك اليوم امام عده مناسبات عده اعياد عم رح تكون وراء بعضها، واكيد اليوم الفريق عم يشتغل على الارض ليحضر لهي المناسبات، خبرنا اكثر لو سمحت. هلا نحن عندنا معرض رح يكون بشهر الجاي ان شاء الله. نعم. 1 2 3 4 شهر ثالث بشارع حلب رح يكون عندنا تقريبا رقم شيء بحدود 120 طفل مشارك معنا بالمعرض. نعم. المعرض هو عباره عن بيع منتجات اطفال هم اشتغلوها بايديهم، هم اشتغلوها منتجات محليه. رح تكون متواجدين بالمعرض مع فريق مع فريقنا مع مجموعه فعاليات رح تكون خيال الظل او فقرات رقصه فنيه الى اخره، عشان تعطي فكره عن شغلنا نحن مع الاطفال. هذا المعرض صراحه نحن نعتبره جدا مهم، لاني تعطي فكره على الناس او تضوي على موضوع الشغل تبعنا بطريقه صحيحه ايجابيه. المعرض رح يكون 4 ايام، فيه منتجات وطنيه، فيه شغلات سواء مثلا معجنات او اكل او مثلا في عندك البسه او موضوع زينه رمضان، خاصه رمضان جاي على البواب. هذا الشيء كثير بصراحه نحن مهم بعتبره اني بعتبره لاطفالنا نحن. كل ما بادرنا نحن نعمل الخير اكيد بيجينا خير اكثر واكثر. وشلون يا رب مستمرين تمام. ان شاء الله ان شاء الله. خلينا نحكي شوي عن الانشطه اللي بتتوجهوا فيها بشكل اكبر ونتوسع فيها وخصوصا لاطفال متلازمه داون. هلا نحن بصراحه نحكي بقول نحن دوما انشطتنا عم تكون تنمويه هادفه تكون لها دور ايجابي عشان يكون اطفالنا يدخلوا ضمن الدمج المجتمعي، ضمن سوق العمل، ضمن تنميه مهاراتهم، ضمن تقويه الذاكره. هلا اكيد عندنا فعاليات كثيره بصراحه نحن اشتغلنا عليها، بس اكيد كل ما اشتغلتي على فعاليه بتعطي فعاليه اكثر بتقوى اكثر واكثر واكثر. في برمضان عندنا فعاليات رح تكون ان شاء الله جلرات، هن فعاليات يعني اكيد مو مثل مثلا كل فعاليه رمضان بتكون يعني افطار او لا. فرصة هنا حيكونوا هنا الشباب ينزلوا على الارض ويشتغلوا هذا الموضوع بايدهم. ان شاء الله قريبا بتكون في مفاجات رمضان ان شاء الله كثير حلوه، بنتمنى الخير للجميع يا رب. ونحن اكيد بدورنا استاذ منتصر بدنا نتمنى لكم كل التوفيق وبدنا نعايدكم ونعايد من خلالك كل اعضاء مبادره شهيق زفير والاطفال المتواجدين معكم، وان شاء الله هيك بالايام اللي جايه بنشوف انشطه حلوه لكم. بالتوفيق دائما، واكيد دائما نقول سلام من خلالك لاهالينا بحلب. شكرا لحضرتك، اهلا وسهلا.